من عاصمة المملكة ومن قلبها النابض الرياض، ومن أضخم المواسم على مستوى المملكة موسم الرياض. أنطلق معكم من وينتر ويندرلاند تحديداً في وش الفائدة، معكم فهد القمي. قبل 1980 لم تكن تعرف رياضة كرة القدم في اليابان بشكل كبير، بل كانت رياضة البسبول هي الرياضة المكتسحة آنذاك، إلى أن ظهر بما يعرف بالكابتن ماجد، هذا الفيلم الكرتوني الترفيهي الذي غير مفاهيم كثيرة لدى الشعب الياباني. اليوم منتخب اليابان واحد من أقوى المنتخبات على مستوى القارة، ومن أكثرها تحقيقاً للبطولة الآسيوية، والفضل يعود لفيلم كرتوني ترفيهي. البعض يظن أن الترفيه مجرد ضياع وقت وتسلية وشيء ثانوي ما له أي قيمة، بينما الحقيقة الترفيه صناعة وقائم عليها كثير من الدول. ديزني لاند في فلوريدا العام الماضي حقق إيرادات لا يمكن تتخيلها، 4.5 مليار دولار، هذا دخل ديزني لاند، بعدد سياح فاق 56 مليون زائر. موسم الرياض اللي احنا نعيشه الآن لقي تفاعل كبير جدا في عدد من الدول، منها أمريكا، فرنسا، روسيا وعدة دول على مستوى العالم. كذلك من الأرقام الجميلة، حتى الآن حقق موقع موسم الرياض أكثر من 2 مليون زيارة. وهل ممكن تتخيل أنه في أيام قليلة أكثر من 16700 خبر نشر في صحف عالمية مثل البي بي سي، الديلي نيوز وغيرها من الصحف. حتى على مستوى تويتر حقق موسم الرياض أكثر من 45 مليون تفاعل في أيامه الأولى من انطلاقه. هل ممكن يساهم الترفيه فعلاً في تحسين الصورة النمطية لأي دولة؟ هل المدن الترفيهية اللي نشوفها في كثير من الدول ممكن تسوق لهذه الدول؟ باختصار، وش الفائدة من الموسم؟ هل فعلاً ممكن نستفيد منه في التسويق للسعودية، في تغيير الصورة النمطية عن كثير من عاداتنا وتقاليدنا؟ أهلا وسهلاً، إحنا اليوم في وينتر وندرلاند، في تسويق البهجة، في تسويق الفرح، في تسويق الترفيه. الترفيه دائما مرتبط بجودة الحياة لكل الشعوب، ولكن الترفيه كان يعني جزء مهم جدا في تغيير ثقافة الشعب، في ثقافة الشعوب. كوريا الجنوبية اشتغلت كثير جدا على الترفيه، وخصوصا تسويق الثقافة الكورية، وخصصوا 1% من الميزانية الكورية لمدة 20 سنة، والآن الثقافة الكورية والترفيه الكوري يصل لكل بقاع العالم. أمريكا والترفيه الأمريكي والميديا الأمريكية وصلت لكل شعوب العالم. الدول كثيرة جدا، أمريكا مثلا الشعب الأمريكي أو المستهلك الأمريكي يدفع سنويا تقريبا 3200 دولار فقط للترفيه. احنا في المجتمع السعودي ما زلنا اليوم يعني مع هيئة الترفيه مشكورة، بدأت تضع حجر الأساس لصناعة مهمة واستثمار كبير جدا. الناس شغوفين جدا بالترفيه. المواسم التي نراها في المملكة العربية السعودية ليست فقط ستكون يعني أثارها داخليا على رضاء وجودة حياة الشعب السعودي، ولكن أنا متأكد 100% ستتغير من الصورة الذهنية المتكونة أو المترسبة عند بعض شعوب العالم على المملكة العربية السعودية. حبايبي هيئة الترفيه، حققت حلم كنت أحلمه من 30 سنة، يوم كنت في بلاك بول في بريطانيا وألتن تاور، كنت مستمتع بالترفيه هناك. اليوم حققت هذا على أرض الوطن في الرياض وينترلاند. شكرا هيئة الترفيه، شكرا معالي المستشار، وأقول لكل واحد اليوم يخرج من الباب هذا حيوحشنا كثير. عشقت الليل مشاهد.